بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل طريقة أو طرق حساب قسط النفاد. حساب قسط النفاد زي ما اتفقنا بيتم بأحد طريقتين يمكن إيجازهم فيما يلي. الطريقة الأولى طريقة المعدل الواحد للنفاد اللي بتقوم على أساس معدل استنفاذ واحد لتكاليف العقد وتكاليف الحفر، ودي بحسب قسط النفاد بالمعادلة الآتية: قسط الاستنفاد بيساوي تكلفة الأصل المتناقص ناقص مجمع النفاد على كمية الاحتياط المقدر استخراجه في بداية العام من الآبار في كمية الإنتاج خلال الفترة، حيث تكلفة الأصل المتناقص تساوي تكلفة العقد زائد تكاليف الحفر والإعداد الغير ملموسة. دي لو بشتغل بطريقة المعدل الواحد. لو بشتغل بطريقة المعدلين يبقى أنا في الحالة دي هحسب قسط نفاذ لتكلفة العقد وأحسب قسط نفاذ لتكلفة الحفر والإعداد الغير ملموسة. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن إثبات ذلك بالقيد من مصاريف استنفاد إلى مجمع استنفاد، ده كده بنسبة القيد. لما نيجي في نهاية العام في 31/12 من سنة 18 بنبدأ نقفله بالقيد من ملخص قائمة الدخل إلى مصاريف استنفاد آبار منتج. الطريقة الثانية طريقة المعدلين. قسط نفاذ تكلفة العقد وقسط نفاذ التكاليف الغير ملموسة. بتاعة تكلفة العقد هتبقى قسط النفاذ بيساوي تكلفة العقد ناقص مجمع النفاذ على كمية الاحتياطي في كمية الإنتاج خلال الفترة، يديني قسط النفاذ. وقسط النفاذ للتكاليف الغير والأعداد الغير الإعداد الغير ملموسة عبارة عن التكلفة ناقص مجمع النفاذ على كمية الإنتاج مضروب على كمية الإنتاج الاحتياطي المقدر استخراجه في بداية العام، هضرب الكلام ده في كمية الإنتاج يديني قسط النفاذ. وبعدين يمكن إثباته بالقيد من مصاريف استنفاد آبار منتجة إلى مجمع استنفاد تكلفة العقد ومجمع استنفاد تكاليف الحفر الغير ملموسة، ثم يقفل هذا في ملخص قائمة الدخل. ده كان بيخص سنة 18. لما نيجي نشتغل لسنة 19 هنلاقي المعالجة المحاسبية في 19 تأخذ الشكل الآتي: أحسب تكلفة الأصل المتناقص طلع 20 مليون، مجمع النفاذ طلع 11 مليون 540 ألف، يبقى كمية الاحتياطي المقدر استخراجه في بداية 2019 عبارة عن كمية الاحتياطي في 2019 زائد كمية الإنتاج اللي هي تطلع ب 6 مليون برميل، وبالتالي قسط النفاذ تكلفة الأصل ناقص مجمع النفاذ على كمية الاحتياطي 20 مليون ناقص 11 مليون 540 على 6 مليون في 400 ألف يديني 564 ألف. ده لو بشتغل بطريقة المعدل الواحد واثبته واقول من مصاريف استنفاد إلى مجمع الاستنفاد واقفل في قائمة الدخل في 31/12/2019. أما لو هشتغل بالطريقتين يبقى قسط النفاذ لتكلفة العقد عبارة عن تكلفة العقد ناقص مجمع النفاذ الجديد على كمية الاحتياطي في كمية الإنتاج، وبالتالي هيديني قسط النفاذ طالع لي ب 418 ألف جنيه، 4 مليون 180 ألف. يبقى قسط النفاذ 7 مليون ناقص 4 مليون 180 على 6 مليون في 400 ألف يديني 188 ألف. قسط نفاذ تكاليف الحفر الغير ملموسة، تكاليف الحفر هنحسبها اللي هم 7 مليون زائد 720 ألف يديني 7 مليون 720 ألف، ده مجمع النفاذ. كمية الاحتياطي هتطلع 300 ألف اللي عبارة عن كمية الاحتياطي السابقة زائد كمية الإنتاج 2 مليون 600 زائد 400 ألف تطلع ب 3 مليون برميل، وبالتالي يبقى القسط بتاعنا طالع ب 7 مليون و4000 أو 704 ألف. يبقى أقول من مصاريف استنفاد إلى مجمع استنفاد تكلفة الحصول على العقد ومجمع استنفاد تكاليف الغير ملموسة، واقفل قسط النفاذ في ملخص قائمة